النصر ما في الروح اللي نتكلم عنها، عشان كذا انا بدخل للمدخل الاخر. الروح اللي نتكلم عنها هذه، ترى امس برضو ذكرتها، قلت اختبار كبير للاداره النصراويه من المباراه اللي راحت وهذه المباراه، ويفشلوا في الاختبار للاسف، لا زالوا يفشلوا في الاختبار. الفشل هذا بالتاكيد وراه كلام كبير. انت كيف تدير؟ وتكلمنا يمكن على موضوع الاداره، انت لما تدير من نجوم وتدير كل شيء عندك، مال عندك، جبت نجوم عندك، كيف تديرهم؟ هذه واضح انه في خلل كبير جدا في نادي النصر. لابد من، مع احترامي الكابتن حسين عبد الغني نجم كبير ونحبه، لازم الليله هو يستقيل او يقال. المسلى المعمر حبيبي يا يدير هو يا يمشي. الاداره لابد انت تدير، رئيس النادي انت اللي تدير، مش احد غيرك، انت تدير بنفسك. ليش؟ الاداره عن بعد ما تنفع. الاداره مثلا يعني الرئيس النادي هو اللي يشوفوه اللاعبين، يشوفوه المسؤول، يشوفوه الاداريين الموظفين، يشوفوه في النادي، يعرفه هو، يعرف من شكله بيدير بيعمل بيتخذ قرارات، فبالتالي يتناغموا معاه. هذه نقطة مهمة في علم الإدارة، مش إدارة الكورة فقط، في علم الإدارة عموما. هذه واضح انها غير موجودة في النصر. ما انت قادر تخرج النصر من خروج من آسيا، كل مباراة أسوأ من الثانية، واضح جدا يا رجل. النصر شوف امس ذكرتها برضو، قلت النصر، الناس يستغربوا كيف النصر يخسر. ترى اعذر الخط الامامي في النصر، اعذره. ليش؟ انت عندك مشكلة في الحراسة، نقطة ضعف كبيرة في الحراسة، نقطة ضعف كبيرة في الظهير الايسر، نقطة ضعف في اللاعب اللي يلعب مع عبد الاله الاجنبي او اخر، الاجنبي خاصة هذا موري. مثل الشخص، انا اعطيك مثل، واحد لابس قميص اخر يعني براند عالي جدا، كافالي، فيرزاتشي، وتحته سروال طويل، كيف حتقول ايش؟ طيب حتقول لبيس؟ لا اكيد. خليني اكمل، حتقول لبيس؟ حتقول لا، حتقول يا اخي الشكل، لانه الخط، شوف انا اقول لك شيء، الخط الخلفي اذا قوي يعطي ثقه لكل اللاعبين، هذا غير موجود في النصر. لهذا النصر ترى بيخسر كثير. انت اليوم زعلان مغلوب من الشباب، انت خسرت المره راحت من الاتفاق، من اضعف فرق هذا الموسم. المدرب نقطه مخيره، المدرب انت نزلت انسلمو، تمام؟ اي انسلمو لما تنزله وانت تبي تجيب هدف، تنزله 10 وتودي تاليسكا على اليمين وعبد الفتاح على اليسار، تنزل انسلمو 10 حيسوي لك قوه هجوميه يعني باهر، وحتشوف شيء مختلف. نزلوا 8، 4-5 دقائق رجع سحب الخيبري ورجعوا 6، ايش استفدت من انسلمو؟ ولا شيء، رجعوا 6 خلاه يدافع. يعني تغيير صراحه غريب من بيدرو، واستغربه حقيقه. عموما اخر شيء عشان اختم، باين عليك مستعجل. اقول للاعبين النصر، بعض لاعبين النصر القدامى، بعض الاعلاميين المحسوبين على النصر، خلي المساحات تنفعكم، والصياح والكلام إدارة النادي فيها مشاكل، وانتوا زدتوا الطين بلة. أعان الله جمهور نادي النصر العاشق، ألف مبروك للشباب، يستحقوا بجدارة، هارد لك للنصر. لابد تغييرات صادمة على المستوى الإداري أولا قبل المستوى الفني.